صباح الخير شانتال. صباح الخير. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. هالجمعة هيك بباريس فاشن ويك كثير ضاربة، غير الموضة في كثير كمان مشاكل، في كثير أشياء عم تعمل ضجة، في كثير تكريمات لفنانين ولشخصيات بعالم الموضة. امبارح هيك شفنا فيديو كثير لفتوا الانتباه بأحد عروض الأزياء لما ناس حملوا يافطات كتبوا عليها نو فاشن أون ذات بلانيت. يمكن هذا الشيء كله إجا بعد أزمة كورونا، ولكن هذا الشيء ما أثر على الفاشن، ما أثر على الموضة. عم نشوف هيك عروض كثير مميزة وكثير حلوة. عن شو بدنا نحكي اليوم؟ هلا اليوم رح نعمل جوله مع بعض على عروض الازياء. خمس عروض ازياء اخترتهم هيك، بعرفك على طول بشوفك برا ترندي ريف وبتعرفي تلبسي، بفتك رح ننبسط سوا بهالجوله لنشوف شو هي الترندز اللي دارجه لهالموسم اللي حكينا عنها بالمرات الماضيه. بتلاحظي كل ديزاينر ترجمها على طريقته، بس بتلاحظي انه هو هن البيس ترندز لهالسنه. بس في شيء هيك اكستريم ولا كله رايح هيك سوفت؟ هلا في شغله بتلاحظي مرات العالم بتحضر شو وبتقلي مثلا شو عامل بيجيتون هيك تنوره مربعه وبتنقص، هو الشو مش مفروض يكون الايتمز اللي فيه ويربل اشياء انتم بتلبسوها كل يوم. الواحد بس يروح يحضر رانوي شو مفروض يشوف ذا ماكسيمم ابيليتيز للديزاينر، يعني قديش الديزاينر بيقدر يوصل للماكسيمم بطريقه التصميم والتنفيذ. وقتها انتم بدكم تروحوا تشوفوا ايتمز خالصه بتنزلوا على الشو روم وبتشوفوها. كرمال هيك جون غاليانو كان ذا نمبر 1 بالرانوي، لانه كان يعمل اشياء ارتستيك على الرانوي، يعمل كوستيوم ديزايننج، يرجع 100 سنين لورا بالميك اب بالشعر. وكنت بس تلبسي ايتم جار، بتلبسي ايتم جار كوتير على الريد كاربت وبتنزلي على الشو روم وبتشوفي الايتمز اللي انت عم تشوفيها. بقى العالم هيك بس تنقص شوي من الرانويز، هو هيك لازم يكون. لا هيك يعني لنعطي الخطوط العريضه للموضه، او مثل عم تقولي انت لنعطي شو افضل شيء بيقدر يعطيه المصمم بتصميمه. ولكن هذا الشيء ما بيعني انه اذا حطوا شيء كثير كبير او تنوره او اي شيء كان ما كثير بتشبهنا، مش يعني انه هيدي هي الموضه لهيدي السنه. لا هن على طول بياخذوا الفيرجن الاكستريم للترند، يعني اذا بتقولي مثلا دارج الاوفر سايز بتلاحظي هن عاملين له عرض على مرتين. انت بتاخذي فكره الترند، بس هن بيكونوا عم بيفرجوكي قديش بيقدروا يوصلوا بطريقه الخياطه والتنفيذ، لانه اكيد هن صاروا مثاليه بالجاكيت وبالبنطلون. يعني هو اللي مش انت رايحه تشوفيهم، بتشوفيهم صرت ب يعني بحالها محل عادي. جريت. كمان هيك بس تروحي على الرانوي بتكوني عم تشوفي شو هو الماكسيموم اللي بيقدر يوصل له الديزاينر بالتصميم. نقيت لي اليوم هيك خمسه شوز نشوفهم سوا، بذات الوقت بنلاحظ شو هي الترندز اللي دارجه لهالموسم. رح نبلش بشو شانيل اللي كان شوي هيك الفايب 80s بالموسيقى بالستايلينج. وفي شغله بتلاحظيها السنه كثير كان في انكلوسيفيتي بالرانويز، يعني كان المودلز من كل الاعمار من كل الاجناس حتى يعني من كل القياسات. بتلاحظ هذا الشيء بكل الشوز وهذه الطريقه مزبوط شفناها بكذا عرض، شفنا سيدات يعني مور ذان 50 كانوا عم يشاركوا بهيدي العروض. مزبوط كان في كثير، كانت كثير واضحه هيدي الشغله على كل الرانوي السنه انه الموضه كانت معموله للكل اذا بدك. هلا في اشياء بتلاحظيها ترندز واضحه على الرانوي اللي هي من الاشياء البرميودا مثلا. البرميودا والكروب جاكيت، الاوفر سايز سوت، اللون الاسود دارج كثير هالسنه. كثير حلو. اللون الاسود دارج، وعاده نحن بنعرف اللون الابيض بيبقوا مازجينه مع الفضه، بينما السنه بتلاحظي اللون الابيض والاسود والذهبي هن اللي هيك مجموعين مع بعضهم. شغله ثانيه من الترندز اللي كثير ظاهره هي السكيرت فوق البرميودا شورتس. البرميودا شورتس هن اللي بيوصلوا اذا بدكم للركبه، يعني مش البانتاكور اللي بيوصل، البنطلون اللي بيوصل للركبه. بتلاحظوا بكذا رانوي انه دارج السكيرت فوق. هلا هيدي ما بتلبق للكل اكيد، الاشخاص اللي عندها شوي هيك عرض منطقه الارداف ما لازم يلبسوا هيك قصات، الا اذا كانت السكيرت شوي الكوت تبعها كلوش لتخبي، وخاصة الأشخاص اللي ما كتير عندهم طول. يعني في قصص ترندز بتلاحظيها مش للكل، بدنا ننتبه شو الأشياء اللي بدنا ننقيها من هالقطع. شغلة تانية واللي جديدة برانوي شانيل إنه هالسنة كتير دارج الأوفر سايز جاكيت، وهيدي الراوند شيب جاكيت اللي عم بتلاحظيها شفناها هون بالاسود الابيض. اول مره شانيل بيعمل اوفر سايز على رانوي. قبل كان درجه كثير من سنتين هو الكتاف اللي كثير محددين اللي كثير جامدين بكل البراندز كمان. حتى حلو عم نغير هذا الشيء هلا. حتى شانيل عاده على طول بيكون فت بالايتمز اللي بيعملها. اول سنه بتلاحظ انه شانيل عامل اوفر سايز لوكس، بس قد ما درجه هالموسم هيدي الكت الراوند شيب على الكتف ويكون كثير في عرض بالجاكيت وتكون اوفر سايز. حتى رانوي شانيل كان فيه اوفر سايز لوكس، وهون عم نشوف حتى الجامب سوت الليذر
الثيم على طول بكل الرانويز هالسنه كان اوفر سايزد، يعني بتلاحظ انه الاوفرول كان كثير افورتليس لوك، يعني معمول بطريقه مش فورمال مثل ما نحن معودين. راحوا على غير نوع من الازياء كليا، يعني اليوم كان كثير كلاسيك، اليوم عم نشوف اشياء هيك جريئه. لا صح، وحتى يعني الالوان هيك كثير بتلاحظيها ان كومن بين كل الرانويز، كثير كان في الميتاليكس مع الاسود، وكل ديزاينر دامج الاسود مع لون معين، يعني شفنا بفيرساتشي اللون الاسود مع النيونز، شفنا بشانيل الاسود مع الميتاليكس، بواي اس ال كمان شفنا الاسود مع الديسكو، بس الاسود كثير دارج، يعني كل ديزاينر كان ملبق هذا اللون مع ستيل معين. رح نكفي لننقل على الشو اللي بعده ونعمل جولة كمان. هيدا شو لوي فيتون اللي كتير ضج السنة، لأنه مثل ما قلتي كان في الناشطين اللي دخلوا على الرانوي بآخره، مفروض كان يكون في يعني الأندينج للرانوي، كانوا عم يحتفلوا بالمئتين سنة للوي فيتون، وكانوا يعني ناطرين يعملوا الأندينج للرانوي الكبيرة، وصار هذا الشيء. صار هذا الشيء وفاتوا الناشطين وكانوا حاملين الفلايرز والبانكاتات، وأكيد بهرون بطريقه هيك سريعه كرمال ما ينزعوا الشو، واللي كانوا عم بيحكوه اغلبيه العالم انه اللي كانوا عم بيفرجوا لنا شنو هو شيء مزبوط، يعني بالنهايه هالاوفر كونسومشن بالموضه عم بتسبب ازمه كثير كبيره بالعالم. يعني نحن بعد سنتين كان في ازمه كورونا، وهذا الشيء اثر بشكل كثير كبير على عالم الموضه واثر على الاقتصاد بالعالم، وهذا الشيء عمل ازمه، فالناس يعني صارت تحس انه الموضة بباريس بمحل والواقع الاقتصادي لهيدي الحياة الناس بمحل تاني. مزبوط. هلا في كثير امور بتخص الموضة عم بتضج الدنيا، يعني من ناحية في عندك البوليوشن اللي عم بتسببها الموضة اللي عم بتكون أول سبب عالميا، قديش عم يستعملوا أشياء بتضر الحيوانات وهالقبشات، يعني عم بضل في هذا الموضوع اللي عم ينحكى فيه كل باريس فاشن ويك، وبتلاحظ الأوروبية كتير يعني بيهجموا بطريقة هيك عنفية على الشو، لأنه بيلاحظوا أنه ديزاينرز ما عم بترد لو قد ما عم بيجربوا أنه يخففوا من هالكونسومبشن. هون عم بتلاحظوا انه رانوي فيتون كان شوي اكستريمست بالكات، وهذا الشيء اللي عم بحكي عنه، يعني مثلا اول لوك في عالم بتشوفه بتقول لك انه هي شو السكرت انا ولا ممكن البسها، بس هو الفكره كلها انه دارج هالسنه الامبرويدري مع الكاجوال لوك، يعني نحن معودين الشك يكون للفورمال لوك الكوتور، هالسنه دارج بالكاجوال، تلبسي دريس مشكوك وتحطي فوقه بليزر كاجوال، تحطي فوقه دنم. من الاشياء اللي دارجه كمان كثير هو اللاتكس، اللاتكس هالسنه دارج مع كل شيء، يعني مع الجاكيت الكريب، دارج مع الدنم لوك، دارج مع الساتان، مع البافر جاكيتس، مع كل شيء، على كوت، على اوفر سايز، كل القصات من بعد ما كنا معودين انه اللاتكس يكون على قد الجسم اكثر، يعني يكون قصه فت. بس هذا الشيء حلو انه بيسهل يمكن انه اكثر ناس يلبسوه، لانه وقتها كان كثير ضيق، كان شيء ما بيساعد الكل. مزبوط، ما كان يلبق للكل، بينما السنه في حاله حدا يقدر يلبس اللاتكس لانه دارج على هذا الاوفر سايز لوك اللي عم نحكي عنه. وهون كمان عم بتشوفي قصه الجاكيت اللي عم نحكي عنها اللي شفناها على كل الراون ويز اللي كنت عم بقول الاوفر سايز مع الراوند شيب، بألفي عاملينها على شكل كاب، واللي هو شيء كثير حلو، يعني طالعه الستايل الجديد، والامبرويدري حتى مدخله بالهات بيسز باللوكس اللي عاملها. رح نكفي هلا لثالث شو رح نحكي عنه لليوم يلي هو بالنسياغا. بالنسياغا كمان كان من الشوز اللي كثير اخذ حلوين، كثير حلوين، وخاصة من بعد ما كيم كارداشيان لبست بكذا مناسبة ونهيتها بالمت جالا وقتها لبست هيك اللوك كان شوي عليه تناقض التي شيرت لوك مع الماسك. بالنسياغا كان الثيم عامل ريد كاربت، يعني كان كل شيء احمر وعامل ريد كاربت، ورجعوا اكتشفوا العالم انه هالريد كاربت كانت للموفي بريمير اللي عاملينها مع ذا سيمبسونز. عملوا شو خاص لذا سيمبسونز لبالنسياغا، وفرجوا مارج سيمبسونز لابسه فستان لبالنسياغا، بقى هيك صار ضجه على الموضوع لانه اول مره اكيد حدا بيعمل هيك شيء. وبتلاحظي باللوكس اللي عاملها في شيء قريب لرانوي سان لوران اللي هو الكات سوت اللي على قد الجسم اللي دارج كثير هالسنه، اكيد كمان هذا مش لكل الاشخاص تقدر تلبسه لانه بما انه هالقد على قد الجسم، بس اذا بتزيد فوقه الاوفر سايز بليزر بيمشي الحال بيصير يناسب الكل. والشوز اللي بيبقى مدموج مع اللوك، يعني ما تعرفي وين البوتس بيخلص، من النمبر 1 ترندز لهالسنه، يعني هيدا البوتس بيبقى مش للركب، بيبقى كثير عالي، تلبس الكوت ويخبي اخر البوتس ما ينعرف وين بيخلص البوتس، من الاشياء اللي كثير دارجه. وبترجعي بتلاحظي هون بتشوفي الامبرويدري بالكاجوال لوك،
يعني هودي مع امبرويدرد سكيرت، يعني على طول كانت ثيم بهالسنه تخلط الكاجوال لوك مع الفورمال تتخلق شيء افورتلس مبين كانك مش تعبانه. كثير حلوين، كان من اجمل كمان الشوز لهالسنه، واكيد المايكرو باجز او الباجز الريكتانجلر اللي هن دارجين كثير. في عنا هون جان باتيستا فالي اللي على طول بياخذ خط لحاله ايه. لو شو ما دارج يعني على طول فالي بتحسيه رومانتك بالران واي، الوان الباستيل الفاتحه بسبرينج، لو قد ما كان دارج الغامق بتلاحظوا على طول هو بيختار المنت جرين والبينك والفواتح والرفلز، يعني على طول في عنده هيدا المود، وهيدا الشيء اللي ذكر وحكي عنه باسبوع الموضه انه انا باخذ خط لحالي لو شو ما صار بالموضه، يعني على طول بدي اذكركم بالرومانتسيزم بالتصميم. بتلاحظي من القصات اللي دارجه عنده الرفلز كثير، الاوف شولدر، ريفير على القبه، الساتس، وكمان هون مثل شانيل عم نشوف الابيض مع اللون الذهبي. رح نكفي بالشو اللي بعده لنختم مع جيفانشي. جيفانشي هالموسم مثل ما كنت عم بحكي قبل هالخليط بالستايلز، مثلا بتلاحظي اول لوك كمان مثل ما حكينا الامبرويدر دريس مع الكروب جاكيت، هالسنه دارج الاوفر سايز جاكيت والكروب جاكيت اللي هي البوليرو. تاني لوك بتشوفي مدموش فيه الكورستري، القبه الرسميه للشوميز، الرافلز، البوتس العالي والكاسكيت، يعني حتى القماش السكوبا اللي هي عاده نلبسها يا بسكية بتلبسيها مثل بدلات الغطس بتبقى شوي سميكة. مظبوط، بتلاحظي هون انه دامج هالستايلز المتعدده المخصصه ببعضها بلوك واحد، والكاسكات هو اللي كاسر اذا بدك عامل لوك شوي ستريت ستايل لوك اكثر. ميل الشو كان كله على الالوان الترابيه مع اللون الاسود، يعني هو اكثر ميل على الغوامق، وبتلاحظ كثير كان في جرافيك ديزاينز على تي شيرتس على السويت شيرتس اللي عاملها، ومثل ما كنا كمان عم نشوف قبل ملبقين مع الليتكس بانتس او البوتس الليتكس اللي كمان ما بتعرفي وين بيخلصوا، يعني هذا الشيء دارج كثير هالسنه يكون الشوز والبانتس مدموجين مع بعضهم. وباخر لوك الابيض والاسود بتلاحظي كمان السكيرت اللي كنا عم نحكي عنها قبل فوق البانتس عاملينها كات اوت، يعني بتشوفي كل ديزاينر على طريقته، فيري كومن ترندز بين الكل. وهيك المين ثيم لو كلهم مستعملين مشيت قريب، المين ثيم كانت هذا الخليط بين الفورمال لوك للريد كاربت والافورتلس لوك بالستريت ستايل، يعني هذا اللي عم هذا الشيء كمان كثير حلو، بخلي عن جد انك هيك تحسي حالك لو على بالك في ناس بتحب البايات وبتحب الاشياء هيك اللمع، بس حلو هيدي الكومبينيشن بتخليك هيك تحسي انه انت فيك تجمعي كذا شغله مع بعض من دون ما تحسي حالك مثل عم تقولي انه كان قبل البايات كثير هيك شيء رسمي ما نلبسه الا بالمناسبات، صار فيكم تلبسوه بالكاجوال لوك صار عملي اكثر. شانتال انا بدي اتشكرك على هذه الفقره وعلى هذه المعلومات اللي عن جد كثير حلوه، انه دائما هيك بنعرف تفاصيل ما بنسمعها دائما لو قريناها بالصحافه، يعني بس نسمع تفاصيل كثير صغيره. بنلتقى خميس الجاي ان شاء الله.